واضحة من ظاهر الشاشة؟ الله يستر. احنا بالمحاضرة السابقة وصلنا لهاي النقطة، خلصنا أول نظرية اللي هي نظرية ماكسيموم شير ستريس، نظرية الإجهاد القص الأقصى، إجهاد القص الأقصى. وقلنا منين جابوا النظرية؟ قالوا المادة من تقطع تبدي خطوط القص الأقصى تظهر على شكل زوايا 45 درجة، حتى احنا من نشوف العينة من نباوع عليها فجأة تظهر بها خطوط زاوية 45، هي هاي خطوط القص الأقصى، أقصى إجهاد قص يحدث عند زاوية 45. من هاي قالوا استنتج نظرية وعلمونا النظرية شلون، قالوا يا ترى ثلاث حالات 3 كيسز. إذا أنت عندك الإجهاد بالحالة البلين، إجهاد باتجاهين مو بثلاث اتجاهات، يعني مو اتجاه اكس وواي وزد، إذا ثلاث اتجاهات حيصير عندك اكس وواي وزد ثلاث إجهادات، وكل إجهاد حوله إجهاد التوائي، اكس واي اكو إجهاد التوائي، واي اكس إجهاد التوائي، وزد واي إجهاد، يعني ست إجهادات بالحالة شنو؟ الإجهادات الحالة العمل للإجهاد، ست إجهادات به. وهاي ست إجهادات محصلة الإجهادات، يعني ست يجوز باتجاه اكس كان اكو خمس إجهادات محصلة للإجهاد باتجاه اكس، فإذا محصلة الإجهادات من حال العمل الإجهادات إنها ستة، ثلاث إجهادات بثلاث اتجاهات وثلاث إجهادات اللي هي تورشنال ستة. لكن مرات يقول مثلا الإجهاد مثلا ما عندي يعني تورشن مثلا بالاكس والواي، راح ان عندي اجهاد، ماذا يقول اجهاد باتجاه واي صفر، راح اجهاد من هو صفر، هذا التورشن مالتي هم صفر، وين ماكو تورشن اكس واي صفر وتورشن واي زد صفر، فتتقلص المعادله. يعني المعادله اللي هي الحاله العامه ست اجهادات، ثلاثه باتجاهات متعامده وثلاثه ام ايضا متعامده لكن مو دائما الاجهادات سته، فاحنا راح نشوف المعادله مو سته، وإذا كان واحد اثنين منها صفر راح تقل المعادلة، وإذا تو دايمنشن حيكون عندي فقط اثنين إجهادات والتواء واحد. يعني تو دايمنشن اكو عندي باتجاه اكس باتجاه واي وعندي التوائي باتجاه اكس واي، يعني واحد اثنين وحالة تقول التوائي لو باتجاه الموجب إذا كان عكس عقرب الساعة، وإذا كان باتجاه عقرب الساعة نعتبره سالب. والإجهادات الأكس وواي إذا كانت خارجة من نقطة الإحداثيات راح تعتبر موجبة، وإذا داخلة إلها راح تعتبر سالب. يعني انضغاط أكو شد وأكو انضغاط، أكو شد وأكو انضغاط، فإذا كانت الشدية موجبة وإذا انضغاط، هاي هي حالات الإجهاد اللي ممكن تتعرض لها الأجزاء. فإحنا هنا بالحالة الأولى قلنا أكو ثلاثة كيسز، إذا في حالة البلين ستريس يعني أكو عندي بس إجهادين، إذا كان الإجهادين موجبة هاي الحالة الأولى، يعني شلون أطلع معامل الأمان إذا المادة مسلط عليها إجهادين أكس وواي موجبة، اثنيناتهم فوق الصفر أعلى من الصفر، يقول بيش حالة شو تسوي أنت؟ اختار أعلى واحد قسم إجهاد الخضوع عليه، إجهاد الخضوع المادة إجهاد الخضوع واحدة اللي طلعناها من إجهاد الشد من اختبار الشد، للمادة إجهاد الخضوع واحد. هاي المادة إجهاد خضوع سواء هنا بالعراق أو بالصين هي نفس المادة، إذا نفس المادة لها إجهاد خضوع واحد، تفضل. فنقسم إجهاد الخضوع على من على أكبر قيمة للإجهاد، مثلا نعطيني إجهاد قال أكو عندي المادة معرضة إلى إجهاد باتجاه أكس 100 باتجاه واي 30، نشنو نقول ال 200 إجهاد الخضوع على 100 أكبر إجهاد يطلع لي معامل الأمان. هاي الحالة الأولى إذا اثنيناتهم موجبة. الحالة الثانية إذا واحد موجب واحد سالب. الحالة الثانية إذا كان عندي سيجما أي صفر أكبر أو تساوي صفر وسيجما بي أصغر أو تساوي صفر، يعني واحدة موجبة وواحدة سالبة. بيش حالة شو أسوي أنا؟ أقول آخذ أكبر إجهاد ناقصا أصغر إجهاد، يعني آخذ إجهاد الموجب الكبير والموجب الصغير السالب الكبير، أطرح هذا من هذا سيجما سيجما بي واحد موجب واحد سالب، اقسم
استقمار وايد عليهم يطلع لي معامل الأمان. إذا الحالة الثانية إذا واحد يقول الحالة الثالثة إذا اثنين سالبات يعني اثنين انضغاط يعني مادة أضغط عليها باتجاه أضغط عليها باتجاه واحد انضغاط اثنين القيم اللي جات سالبة هاي الحالة الثالثة بالنظرية الأولى يقول هنا أخذ أكبر سالب قسم إجهاد الخضوع على أكبر سالب يطلع لقيمة معامل الأمان سهل الولد سهل يعني ما عندي أي معادلات كل شيء ما عندي بس أراهم حالة الأولى الثانية الموجبة أخذ أكبر موجب أقسم إجهاد الخضوع عليه يطلع لي معامل الأمان حالة الثانية إذا واحد موجب واحد سالب أطرح الكبير من الصغير ثاني إذا واحدة موجبة والحالة الثالثة إذا اثنين سالبات أقسم إجهاد الخضوع على أكبر سالب فإجهاد الخضوع مثلا ناقص 200 هو ناقصنا مثلا من الاختبار أكبر سالب إيش قد مثلا 100 أقول ناقص 200 على ناقص 100 ناقص وناقص يروح لأن معامل أمان موجب دائما يقول 200 على 100 راح يصير عندي معامل أمان 2 وهي قيمة أعلى من الواحد ما دام أعلى من الواحد يعني آمن جهاز آمن طبعا هاي آمن نعم تفضل نعم لا كل هذا الاليمنت اي مكعب في 6 اوجه الاليمنت هو عباره عن مكعب صغير مكعب مايكروني اليمنت صغير هذا المكعب في 6 اوجه كل وجهين متقابلين وجهين باتجاه اكس هاي عليهم قوه واحده قوه اكس اذا كانت الى الخارج شديه واذا كانت الى الداخل انضغاطيه والوجهين باتجاه واي وإذا كان شديا ووجهين باتجاه الوجهين الأخيرين من 6 أوجه متقابلة 3 أوجه تقابل 3 أوجه كل وجهين متقابلين مثل المحور ممكن ضغط أي محور منهم كمحصلة للإجهادات بهذا الاتجاه يعني مثلا أنت هذا الاتجاه باتجاه X يجوز كانت قوة مائلة هواية تأثر على هذا الصفر محصلتها تسوي قوة نهائية تقول هذا X هي اللي بالثلاث اتجاهات يعني محصلة كل القوى والإجهادات بهذا الاتجاه وإحنا نعرف شلون طلعنا هاي تحليل القوى أخذناها بالمقاومة تمام بالميكانيك أول محاضرة شلون تحلل القوى وشلون طلع المحصلة هاي الطريقة فقلنا هاي الطريقة الأولى وهنا راسمها هذا رسم هنا راسمها هاي بالرسم شلون نحل بالرسم يقول هاي المساحة المضللة هذا إذا وقع الإجهاد مال الجسم داخل هاي المساحة المضللة الفعلي هاي المساحة المضللة تعني إجهاد الخضوع مع كل مادة لها مضللة شلون أرسمه أرسمه هنا ما كنت قلم ما قاني من شلون أرسمه هنا مثل ما نشوف هسه أنا أشوفكم بالخلال أنا أرسم إحداثيين إحداثي أي حاسب الشكل إحداثي باتجاه هذا الإكس وإحداثي باتجاه الواي تمام لو لا بغض النظر عن دقة الرسم هذا شو راح أسوي أنا أقول هذا سيجما أي وهذا سيجما بي بالسؤال إيش قد نعطيني إجهاد الخضوع مثلا 200 اقول 200 اعتبر مثلا كل 50 سنتيم كل هذا كم سنتيم يصير 4 سنتيم كل 40 سنتيم يصير 5 سنتيم اجي احسب على هذا سنتيم سنتيمين 3 4 5 احدد نقطة اقول هذا اجهاد باتجاه X هاي هنا احسب 1 2 3 اقول لهنا انا افرض لهنا صارت باتجاه Y هاي هم لهنا باتجاه الواي اي باتجاه الاكس السالب باتجاه واي هم اخذ 200 وباتجاه الواي سالب 200 يعني اربع نقاط اخذ نفس القيمه 200 موجبه بالاكس 200 موجبه بالسالبه بالاكس و200 موجبه بالواي 200 من نفس نقطه الاصل بالمسطره حد القياس واحد مثلا 5 سم 5 سم 5 سم 5 سم اجي على ضوء هذا ارسم مربع هنا انا ارسم اني هذا مربع ورا ما كملت ارسم مربع هذا مربع استمتع مياه باعتمدت على قيمة واحدة وهي إجهاد الخضوع هنا أوصل ما بين هاي النقطة وهاي النقطة لأنه النظرية شو تقول لي
تقول لي أنا ترى إجهاد ماكسيمم شير ستريس يساوي لي نصف إجهاد الفضوع. فهنا هاي النقطة هذا الخطوة يمثل لي نصف شير ستريس يمثل لي نصف إجهاد الفضوع. فعلى ضوء هذا أنا قلت من سويت هذا المضلع إذا أي إجهاد يعطينا بالسؤال وقع داخل المنطقة المضللة أنا يعتبر آمن، الجهاز آمن. وإذا طلعت النقطة مال الجهاد على الضلع أو خارج هاي المنطقة المضللة يعتبر الجهاز فاشل. نعيدها. نرجع الفيلم للوراء. نجي هنا شو نسوي؟ نرسم إحداثيات اثنين باتجاه إكس وباتجاه واي. نجيب ايش قد إجهاد الفضوع بالسؤال نطاني أو طلعته من تجربة الشيل 100 ميجا باسكال 100. يعني طبعا أنا يعني حر عشان هو نفس الشيء مقياس على 10 10 مثلا أقول كل سنتيم 10 حيث عندي 10 سنتيمات 10 سنتيمات 10 سنتيمات أقول كل سنتيم 20 حيث 5 5 5 كل سنتيم 50 سنتيم سنتيم إذا أنا مكان صغير وامتحان مقياس لأن أنت بالأخير من راح تحل راح تضرب في نفس مقياس الرسم. هاي طريقة الحل بدون معادلات، هاي طريقة مال الحل. هسه راح ناخذها يعطينا سؤال يقول حله بالرسم. فمن نرسم بهالطريقة من نرسم اكس وواي هاي يعني نعتبره سيجما اي وسيجما بي. نجيب إجهاد الفضوع جت قيمته 100 سيجما واي 100 نعطيناها بالسؤال أو بالتجربة مال الشد طلع عندنا إجهاد. تعرف إجهاد الفضوع وين يصير؟ كان الفضوع لما المادة تنتقل من المرونة إلى اللدونة يعني من منطقة اللدونة المرونة يعني يبدي منطقة الفشل يعني التغير الدائمي. قبل إجهاد الفضوع من نزيل القوة المادة ترجع لحالتها الطبيعية، وراء إجهاد الفضوع المادة تخضع بعد انتهت فشلت وكل من زود تفشل بالزائد الآن تنكسر فراكشر توصل لحد الأقصى أقصى متانة وبعدين تنكسر. فإذا نقطة الأمان مالتنا هي نقطة الخضوع. طبعا نقطة الخضوع مو تحدد بسهولة، للمواد المطيلية تحدد بسهولة لأن انتقال بالكيرف، الكيرف يغير شكله، لكن بالمواد الهشة الكيرف ما يغير شكله. فأكو غير طريقة يسموها بروف ستريس نحسب. المهم طلعنا إجهاد الخضوع، نجي بقياس رسم نحدد أربع نقاط. أربع نقاط ورا ما حددنا أربع نقاط نرسم مربع. مربع نرسم هذا مربع، بعدين نجي نوصل هاي النقطة بهاي النقطة وهاي النقطة بهذه النقطة. هاي المنطقة المضللة هي منطقة الأمان. أي إجهاد يطلع لي بالسؤال داخل هاي المنطقة أعتبر أمان، وأعرف شلون أطلع قيمة المعامل الأمان بالرسم. هذا هو هاي نظرية الماكسيمم شير ستريس. ثلاث كيسات قال. الكيس الأول لما كانت الموجبة يعني الإجهاد وين راح يكون؟ بالربع الأول. الربع الأول نعرف أن الأكس والواي موجب. إذا واحد موجب واحد سالب راح يقع بالربع الثاني لأن الأكس موجب والواي سالب. إذا اثنين سالبات في الكيس الثالث راح يقع بالربع الثالث. تفضل. عليكم السلام. الربع الثالث لأنه الأكس سالب والواي سالب. فإذا لو يقع بالكيس الأول بالربع الأول هذا الربع الأول، لو الربع الثاني لو الربع الثالث. نعم. إذا طلع بالربع الرابع أو الربع الثاني. بالربع الرابع. يعني ماكو احنا بالربع الرابع ما نستخدم الربع الثالث. لأن إذا سالب بسالب يصير بالثالث، لأن هو تو دايمنشن. لو واحد موجب واحد سالب. إذا هيك راح يصير بالثاني. لو اثنين موجبات بالأول. نعم هو ممكن انه يقع في اي منطقة من ذني هو يكون امن اذا على الحدود يطلع خطأ. يعني ما يصير معامل امان واحد. يعني شنو واحد سويته زرع قلب معامل امان واحد. يعني شنو يعني واخره عنه واخره لا يوقع ترى بالقوة دي يمشي. هناك طخ لميز قلبه وقف ما تدري ليش معامل امان واحد. انت مرتب على القدر
لكن لو نعطي معامل أمان مثلا 3، يعني 3 مرات قوة القلب نعطي للقلب 3 مرات أمان 300% أمان. طبعا هذا يقول له روح براحتك بعد، يطلع يلعب ويركض وهذا وما عليه شيء قلبه. ليش؟ أنا أعطيه مجال أمان عالي. إذا أعطيته أمان 1 و1 يعني 10، طبعا إذا شاد قلب أو رجل صناعية، شاد العظم صناعي ونعطيه أمان 10، طبعا هذا تبي حاله دير بالك تقوم من الشربة، أضل بالشربة. ليش؟ أنا خايف لو بس يقوم إذا شوية تقشير ينكسر العظم. لما خال العظم ومعامل أمان مالته 4 يقول له روح العب طوب. ليش؟ انه انت الامان مالتك عالي، انك اذا صممتك فشي يطير طيارة وتاخذ الدواء مال لقاح وتودي جيدا، صمم الامان مالك منها خطرة منها لقاح والعالم مرتبك، مو هسه بعد قمنا من خاف عالم مرتبك وخايف وهام لا تقترب مني وجياري ما حد يوصل والعوائل سدت ابوها. طبعا ايش حاله الطيارة تنقل هذا اللقاح اللي كل رؤساء العالم شانوا ينتظروه، كل الشعوب تنتظره، لازم معامل أمان هاي الطيارة يسوي 10، يعني ما خلي لها احتمال للفشل نهائيا. تمام ولا لا؟ كل شيء أهميته قلب الإنسان أهميته عالية، رجل الإنسان أهميتها أقل، يعني معامل أمان بالرجل 2 كافي، لكن بالقلب لازم 15 معامل أمان. يعني كل الاحتمالات الفشل انت شايلها تماما، بحيث حتى لو يجي واحد ويظل يضرب على قلبه بوكسات تماما القلب يبقى عايش. ليش؟ يعني القلب يعني روح الانسان ما هو لو يموت لو يعيش، فاذا هذا معامل امان عالي. اي شيء فلسفة بس هاي موجودة عندنا بالكتاب، كتاب الدزيت الكومي على كنباس في كل شيء، كل الاسئلة وكتاب حلول لكل الاسئلة الموجودة بالكتاب ساعدكم. خاف واحد مثلا يحل أمثلة يقارنها يشوف الحل مالته وإذا الحل صحيح حتى يكون مستعد للامتحان. كذلك دزيت لكم إنه هو بالكتاب موجود شلون تختار معامل الأمان لأي شغلة. المهم إحنا نعطينا مجال هواي لهاي الشغلة، وراء هاي العملية خلصت النظرية الأولى، راح تتعزز النظرية الأولى بالأسئلة من نحل أسئلة، راح بالضبط شلون نحل. نشوف النظرية الأولى عبارة عن خطوة صغيرة. مجرد يشوف يا كيس نقسم معامل الأمان على هذا الإجهاد يطلع له معامل الأمان، نقسم إجهاد الخضوع على هذا الإجهاد اللي أكبر إجهاد نسلطه يطلع له معامل الأمان تتهي المشكلة. بالحالة الثانية لا، ذيك طبعا نظرية سموه كونسرفاتيف. ليش؟ لأن ذيك شنو المعادلة الخطية، معادلة الخطية فدائما الخط المستقيم شي يقول أقصر الطرق لتوصل بين نقطتين، يعني نعطيك أقل معامل أمان، متشدد كونسيرفاتيف محافظ، يعني ما نعطيك مجال للتصنيع، ما نعطيك مجال لأن تتحكم. مثلا إذا هو معامل أمان 21 يقول لك ترى 1، هو يقلل لك النظرية الأولى هي تقلل، حتى شنو للي يريد أمان أعلى لازم يزود معامل الأمان مالته. يعني إذا هي 21 يقول لك ترى معامل أمان مالتك ترى 1، فتضطر تزود مثلا بالمعدن بالسموك بالبروبرتي على مود شنو تحصل امان اعلى. هي نظريه محافظه تستخدمها بعض الشركات تقلل بها المواد الكلف اللي تستخدمها، مثلا سياره وزنها طن، اذا استخدمت النظريه الاولى الطن مثلا يكلفك 6000 دولار، اذا استخدمت النظريه الثانيه هذه لازم تستخدم مو طن، طن وربع، طن وربع يعني 3000 دولار اضافي. فأكو في شركات تستخدم هاي النظرية أوكي شركات صحيح. المهم النظرية الثانية يقول أني اكتشفها واحد اسمه فان مايسيس عالم سموها معيار فان مايسيس اللي هو فان مايسيس كرايتيريا، أشهر عالم بالميكانيك في العالم هذا في نظريات الأمان والفشل. النظرية يعتمد على اليمن على الديستورشن انرجي ثيوري، أكو نظرية لطاقة تحطم، طاقة التحكم. هو شو اكتشف هذا العالم؟ يقول اني هذه اورجنايتد، منين اجى اساس هاي النظرية؟ يقول فروم ذا اوبزرفيشن، كلهم علماء باوعوا. هو شنو العالم؟ يعني العالم مثلا يباوع حاله ويكتشفها مثل نيوتن. هو ايش عالم؟
لأنه من وقعت التفاحة حلل، ما قال هاي عادي يعني وإذا خلوا تابع شاله بيها. فالعالم يختلف إنه شنو يحلل الظاهر. هذا أيضا من سوى اختبار الهيدروستاتيك تدرسه، تعرفون شنو هيدروستاتيك؟ يعني الإجهادات في جميع الاتجاهات في تساوي. أكو عندنا حالة اسمها هيدروستاتيك، يعني مثلا باسكال بالكبس لما تكبس السوائل الضغط يتوزع على جميع الأسطح في تساوي، اسمها هيدروستاتيك. حالة البثق، أنا أسأل مثلا لما أكو بالصناعات مثلا أكو بثق، عملية بثق على الحار، اكستروجن، أجيب وعاء وأجيب مكبس وأجيب المعدن مثلا حديد وأخليه وأجي أكبسه بمكبس عبر الوسيط. شنو بيني وبين المعدن والمكبس؟ أكو عندي زيت، زيت حار مثلا، هذا الزيت حيعتبر وسيط لنقل القوة والإجهاد، هذا راح يوزع الإجهاد على جميع الأسطح بالتساوي، لذلك تطلع القطعة منسجمة وتأخذ أقل ما يمكن من الإجهادات حتى تحول شكلها من شكل آخر. بيش تصنع الأمور اللي هي يعني أبسط شيء هو الكومبريجن تشبهه بالمعجون مال الأسنان توث باست، لما نكبس على العلبة يطلع المعجون منين؟ من فتحة، هاي فتحة البثق، شو يطلع عندنا المعجون؟ مبثوق على شكل الأورفس الفتحة مال ال... هذا هو عملت هذا هيدروستاتيك. انت من تضغط جدول تولى الضغط متساوي يروح يودي المادة متساوي الى شنو؟ هاي سموحة يعني الإجهاد باتجاه اكس وواي وزد حيساوي، انت صح ضغطت باتجاه واي لكن نتيجة هذا اكو ضغط راح ينتقل يوزع الضغط متساوي في جميع الاتجاه. هاي هيدروستاتيك. هو هذا العالم من خلال هذا الهيدروستاتيك بريشر لما سيجما 1 تساوي سيجما 2 تساوي سيجما 3، يعني الجهادات الرئيسيه بكل الاتجاهات متساويه. من شاف هاي الشغله للمواد الدكتاير المواد المطيليه قال هاي الماده تتحمل وذ ستاند ستريس ماتش هاير ذان ذا يل سترين فاليو اوبتيند فروم تنسال تيست وذاوت يلدينج. يقول هاي العمليه لما نسلط اجهادات هيدروستاتيكيه نشوف الماده تتحمل اجهادات اعلى بكثير مما تتحمل الماده في حاله التنسايل تيست. يعني بالتنسايل تيست نشوف انه اجهاد الخضوع طلع ل 200، لما سوى هيدروستاتيك يمكن يوصل اجهاد الخضوع الى 5000، يعني الماده لو قد ما تحملها بعد ما تتلف. فمن خلال النظريه وضع نظريه تعتمد على تشوه الطاقه، قال انا بهيج حاله الطاقه ما راح تتشوه عندي، ماكو تدبير للطاقه، ليش عندي ضغط هيدروستاتيكي؟ وضع نظريه، طبعا النظريه بها اشتقاقات هوايه، فاحنا نختصرها بمكافئ فان مايسيس. مكافئ، سوى مكافئ للاجهاد سمى مكافئ فان مايسيس. اجهاد فان مايسيس المكافئ، كوفيلنت فان مايسيس ستريس فاليو، كوفيلنت. قال كل شيء بالعالم شو تسلط عليه اجهادات؟ اعطيك معادله طلع لك اجهاد واحد يكافئ كل الاجهادات. هذا الاجهاد المكافئ قارنا بجهاد الخضوع مال الماده وتعرف الجسم هذا امن لو ما. فاذا هو وضع نظريه قال طبق لهاي المعادله مهما كان عدد الاجهادات عندك. النتيجه راح يطلع لك واحد سيجما داش اجهاد مكافئ بدل كل هاي الاجهادات. هذا قارنا بجهاد الخضوع، قسم جهاد الخضوع على سيجما داش المكافئ، اذا طلع معامل الامان النتيجه اكثر من واحد يعني الجسم امن. فاذا هذا وضع لنا نظريه حلوه. قال اوكي كل انواع الاجهادات الثنائيه والثلاثيه والاحاديه والالتوائيه واذا بيور شير عندك اجهادات حول الى اجهاد فان مايسيس وراسا قسم اجهاد الخضوع عليه. فهنا بقت الباقي الشغل مقاومه اعتياديه، مقاومه الشغل مقاومه يعني متقدمه طبعا. شلون تحسب اجهاد فان مايسيس؟ طبعا مثل ما قلنا اجهاد فان مايسيس يعتمد اذا 3 دايمنشن او 2 دايمنشن. إذا 3 دايمنشن راح تدخل 6 إجهادات، 3 باتجاه X و Y و Z و 3 شنو؟ الالتواءات ما بين X و Y. X و Y أكو إجهاد التوائي وعندي يعني Y و Z إجهاد التوائي بيناتهم، وأيضا Z و X Z و X عندي إجهاد التوائي عليهم، 3 إجهادات التوائي، فيصير بالمعادلة 6 حدود.
إله المعادلة. هاي المعادلة ما نحفظها، قلنا كل المعادلات احنا نجيبها ويانا بالامتحان. هاي دزيت لكم بالكنفاس، دزيت لكم جداول، تستنسخوها وتجيبوها بالامتحان. اي امتحان يجيكم طبوا بالجداول ياكم، اي معادلة ما تحفظون. فاجي هنا انا سيقول انه على ضوء هذا الحكي يعني يقول انه ديستورشن انرجي في حالة هيدروستاتيك يساوي صفر. ما عندي هنا ديستورشن، يعني عملية انه ما الطاقة هنا ما راح يصير فيها ديستورشن، وسيجما 1 في حالة سيجما 1 يساوي سيجما 2 يساوي سيجما 3. يقول هنا بهيج حالة ايش راح يسوي؟ فور سمبل يلدينج تيست تنساير ات يلدينج في حالة الخضوع لإجهاد الشد عندما سيجما 1 يساوي لنا سيجما واي وسيجما 2 وسيجما 3 يساوي صفر. يعني يقول اذا الاجهاد عندك باتجاه واحد اعتيادي انت تاخذ هذا الاجهاد خصم اجهاد الخضوع عليه، اذا طلع اكثر من واحد يعني شيء عادي مثل ما قلنا. هنا راح يعطيني معادلات، راح يبدا يعطيني معادلات. هذه المعادله الجزء الايسر من المعادله هو اجهاد فان مايسز المكافئ. فيقال إذا هو أكبر أو يساوي إجهاد الخضوع تفشل المادة. الجزء الأيمن هو إجهاد الخضوع من تجربة الشد. إحنا كلنا اشتغلنا تنساير تيست أو ما اشتغلنا. بالمقاومة مو طلعنا؟ طلعنا إجهاد الخضوع. هذا أهم إجهاد بحياة المهندس. يعني إحنا إجهاد الشد. بالضبط يعني كأنما شلون تحليل إذا يعني بالطب أكو فتحاليل هو من خلالها تقدر نعرف كل شيء. إحنا إجهاد الشد أو تجربة الشد بيها قيم ومعلومات لا نهائية، يعني من خلالها نقدر نطلع طاقة، نقدر نطلع إجهادات انفعالات، نقدر ننتقل من حالة إلى نفس الكير. نفس الكير في هواي شغل، بس ابسط شيء من الكيرف نطلع ثلاث قيم قلنا ايش قد اجهاد الخضوع. يعني مثلا انا هسه عندي هاي تجربه الشد، هذا بين الاجهاد والانفعال، هاي منطقه التناسب قلنا خط عدل، وراي بي يعني المنطقه تتغير، هذا اجهاد الخضوع، هاي قيمه السيجما واي اجهاد الخضوع. هاي القيمه هي اللي اعتمدها انا في شغلي كله نظريات الفشل للمواد المطيليه، اعتمد هذه في المواد الهشة. قلنا ما عندي إجهاد خضوع ما واضح، يروحون وين؟ على إجهاد الشد الأقصى ألتيميت تنساكس سترين. هنا لأن نقطة الخضوع واضحة يقول لك أشتغل على نقطة الخضوع، لكن بالمواد الهشة لأنه نقطة الخضوع غير، مثلا المواد الهشة شلون حيكون هذا؟ حيكون الكيرف هيك تنكسر المادة، زين وين إجهاد الخضوع؟ فيقول لك مكان ما ندوخ اجهاد الخضوع روح اخذ اجهاد الكسر اللي هو اعلى اجهاد. ذيك النظريات مال المودل تعتمد على نقطة الكسر، هاي النظريات تعتمد على اجهاد الخضوع لان اكو اجهاد خضوع واضح بالمواد المطيلية. فاذا هسه خلاصة الكلام، انا بالنسبة لي اي حل في النظرية الثانية ديستورشن انرجي اروح القى اجهاد المكافئ مال بالمايسز، وهذا رأسي أنا قسم إجهاد الخضوع عليه يطلع لي إجهاد معامل الأمان. فيقول هنا أنا هذا الفان مايسيد اللي هو سيجما داش شي يساوي لي؟ سيجما داش اللي هو إجهاد مكافئ في حالة الإجهادات الثلاثية وماكو تورشينات، يقول يساوي أنه تحت الجذر التربيعي سيجما 1 ناقص سيجما 2. طبعا أنا من تجي الإجهادات أرتبها أوردر، مثلا واحد قال هذا الجسم يتعرض الى اجهادات 20 100 ناقص 30، اول عمليه ارتبها اقول 100 20 ناقص 30 ترتيب من الاعلى للاسفل. 100 هو سيجما 1 20 سيجما 2 ناقص 30 سيجما 2. اجي اطبق المعادله سيجما 1 ناقص سيجما 2 يعني 100 ناقص 20 تربيع زائد سيجما 2 20 ناقص سيجما 3 ناقص نفس 30 تربيع لانه سيجما 3 هي نفس 30 زائد سيجما 3 ناقص 30 ناقص سيجما 1 ناقص 100 تربيع كلها على 2 تحت الجذر التربيع. اطلع هاي المعادله طلع لي سيجما داش نفرض 100 او 80، انا عندي جهاز الخضوع 100
100 على سيجما داش اللي ايجاد المكافئ لهذا الشغل كله 100 على 8 صار عندي 1.15%. اذا الجهاز امن. هاي بان باشز يعني مثل ما يقول هذا المكافئ اذا يساوي اجهاد الخضوع تفشل المادة، او بان مايس اذا كان اكثر من اجهاد الخضوع تفشل المادة. هنا انا نعطيني معادلة ثانية، اذا كان عندي بلين اذا بلين انا عندي البتجا اكس راح اسمي سيجما سيجما اي، بتجا واي سيجما بي، فالاجهاد المكافئ راح يساوي تحت الجذر التربيعي سيجما اي تربيع ناقصا سيجما اي سيجما بي زائد سيجما بي تربيع تحت الجذر التربيعي. اطلع من سيجما داش واقارنه بجهاد الخضوع واطلع معامل الامان. هسه راح ناخذ امثله سريعه وتبين لي. هذا هو الرسم ما بين الفكرتين النظريتين. هاي بالنظريه مال فان مايسيز نشوف انه نظريه باعتبار تربيع، شفنا هنا تربيع تمام. شنو هو خط عدل له خط منحني معادلة من الدرجة الأولى خط مستقيم. لعبة من المحاضرة يكافئ عاد زين. فإذا هذا الخط المستقيم النظرية الأولى باعتبار تعتمد سيجما اكس يساوي سيجما واي، فيكون معادل من الدرجة الأولى فكانت مضلع. المعادلة الأولى عبارة عن مضلع مثل ما قلنا، هذا المضلع هو النظرية الأولى، هذا النظرية الأولى. لذلك احنا من نجي نشتغل بالرسم نعتبر هذا النظرية الأولى، والنظرية الثانية هو البيضوي اللي يحيط بهذا المضلع، هذه النظرية الثانية. يعني شنو؟ البيضوي وكل الداخل. النظرية الثانية داخل البيضوي، النظرية الأولى داخل المضلع. فروقات بينهم قليلة. يعني إذا منطقة الإجهاد وقعت مثلا، إذا جرينا الخط من المركز إلى من نقطة تلاقي المضلع مع القوس حيكون الأمان نفسه. ليش؟ انه يعني اعتبر اجهاد الخضوع هو النقطه الخارجيه وهذا المضلع، والاجهاد مالتي راح ارسمه في مكان ما داخل هذا. اذا طلع اجهاد مالتي رسمته خارج هذا، نفرض هسه هنا انا عندي 100 اجهاد الخضوع، 100 رسمت 100 100 100 100، اذا طلع للاجهاد 120 وين راح تقع النقطه؟ يعني اجهاد باتجاه اكس 120 باتجاه واي 120، النقطة راح تطلع خارج المربع خارج المظللة، وبالتالي فيلر. ليش؟ من اقسم 100 هو اجهاد الخضوع على 120 حيث عندي اقل من واحد بعد الباب. تعالي يلا طبت هنا لا جاب كارت مال لقاح الوقت رهي لا كمامة لا كارت لقاح. اوكي، فهذا الفرق ما بين النظريتين. هناك كان قيمة إجهاد القصة الأقصى يساوي نصف الخضوع 0.5 إجهاد الخضوع، هنا بالنظرية الثانية 0.577. فلذلك هنا نعطيني أمان شقد 77 بالألف أكثر، أمان نعطيني 77 بالألف. فهاي النظرية من نحسب يطلع لي أمان أعلى، فلذلك هاي ذيك النظرية متزمتة يعتبر الأولى كونسرفاتيف محافظة. نعرف يعني بريطانيا حسبين أكو محافظين وأحرار. محافظين يعني شو نقول؟ يقول لك لا، يا مثلا هاي شيء لا، نبدل هاي المنطقة لا، سوي هاي لا، محافظ على القديم. فهنا النظرية الأولى محافظة، ما يقول لك لا أنا بالنسبة لي فشل هذا، يعني احسب حسابك زايد معك. النظرية الثانية شوية متحررة تعتبر، فتعتبر
هاي كتشبيه عام مثلا بالسياسه مثل ما نشوف يعني. بس بحالتين يعني المحافظه بالامانه اثنيناتهم احزاب متقدميه، كذلك بامريكا حزب جمهوري حزب جمهوري هو حزب يعني وطني لصالح شعبه وامريكا، والحزب الديمقراطي لكن هذا محافظ يعني ما يقبل كل شيء خاصة من ناحية دينية، يعني حزب الجمهوري متزمت كلش ما يقبل أي تغيير يخالف الدين. الحزب الديمقراطي لا طالع قهر كيف يشتغل، فهي الفرق. احنا نفس الشيء يعني نرسم لهذا الرسم يقول انه أنا أشبه حالة الإجهاد بالهيدروستاتيك بأسطوانة، هاي الأسطوانة نصف قطرها هو إجهاد الخضوع. هذا بالنظرية الثانية أسطوانة هي نصف قطرها إجهاد الخضوع، فإذا وقع الإجهاد داخل هذه الأسطوانة يعتبر آمن. بالنظرية الأولى هو مضلع داخل الأسطوانة، سداسي من ترسم سداسي داخل الدائرة، فإذا السداسي دائما أكو مساحات أقل من مساحة الدائرة، فلذلك إذا وقعت يعني إذا مثلا هنا وقع الآن مثلا إذا هنا وقعت نقطة الخضوع أو إجهاد اللي تعرض للجسم، فهاي النظرية مقبولة الثانية بالنظرية الأولى يعتبر فاشل. هذه باختصار هنا بثري دايمنشنال مثل ما قلت لكم حتى نطلع الفان مايسيس يقول هاي طبعا بها ست أنواع من الإجهادات. شلون النظرية تقول؟ تحت الجذر التربيعي سيجما اكس ناقص سيجما واي تربيع باتجاه اكس واي زائدا سيجما واي ناقص سيجما زد تربيع زائدا سيجما زد ناقص سيجما اكس تربيع زائدا 6 بين قوسين تاو اكس واي تربيع زائدا تاو واي زد تربيع زائدا تاو زد اكس تربيع على 2 كلها تحت الجذر التربيعي. هاي كلها الجسم معرض لجميع انواع الاجهادات يطلع لنا منها فان مايسيس مكافئ. طبعا هاي كلها ارقام بسيطه، هاي كلها جرت سيجما مثلا 100 سيجما واي 50 عوض ارقام بالحاسبه نحسب ان سيجما مكافئ سيجما داش نقارن بشهاده الموضوع المادي بحاله الشيء يطلع لنا قيمه الماء. فلذلك احنا هاي النظريه اللي قلنا هاي بحاله البلين ستريس هم يعني هنا طبعا بالبلين سيجما زيت يروح وشوكو تاو بي زيت هم يروح لان الجهاد بالبلين التكتيك دايمنشن الثالث صفر فهنا بس اكس واي زد سيجما زد صفر. فمن المعادله الاولى ينشال سيجما زد هذا وهنا واحد وهنا واحد هذا ينشال صفر هذا صفر وهذا صفر قصدي هذا صفر عفوا هذا صفر وهذا صفر وهذا صفر وهذا صفر من الشيل دندير هيطلع لك المعادله اللي هي بسيطه ما لا عفوا الاخيره صفر الاولى مو صفر الاولى مو صفر الاولى مو صفر لان اكس واي ما بيها صفر. فلذلك تطلع المعادله اللي هي باتجاه 2 دايمنشن هذا مكافئ البلين هذا مكافئ ال 3 دايمنشن. طبعا هو الشغل لازم 3 دايمنشن بس عاده حتى بدراسات الماجستير والدكتوراه ياخذون 2 دايمنشن حجة يعني إذا بسط العملية بس هو يخاف لأنه الحسابات 3 دايمنشنال طويلة جدا وكذا فيبتعد عنها يقول لك حجة أنه حتى أهم شيء النتائج يعني نفس الفكرة ونفس النتيجة هو ليختصر آلاف الساعات من العمل بين الطريقتين خاصة بالحسابات اليدوية. هذه الطريقة تعبر عنها أيضا مو بالإكس واي زد أكو بالبرنسبل ستريسز. احنا راح ناخذ معادلة محاضرة شلون نحول الإجهادات الاعتيادية إلى إجهادات برنسبال إجهادات أساسية باتجاه إجهاد واحد واثنين وثلاثة. هنا الإجهادات ما نسميها نفس واي زد نسميها إجهاد سيجما 1 سيجما 3 شلون نحول هنا سيجما 1 شو يساوي لي؟ سيجما زائد سيجما 1 على 2 زائد تحت الجذر التربيع سيجما زائد سيجما 1 على 2 تربيع زائد تاو اكس واي تربيع هذا سيجما 1. سيجما 2 شو نفس المعادله لكن بين الحد الاول والحد الثاني ناقص. ليش قال لك زائد ناقص؟ يعني مره طبق المعادله الاولى اللي هي زائد مره طبق المعادله الثانيه ناقص هذه. اطلع بالبلين اجهادين سيجما 1 وسيجما 2 بدلا سيجما اكس وسيجما 1 ها
هاي طرق مختلفة لحساب الإجهاد. أنا قدامي كل ما. وأيضا إذا كان عندك تاو في طلع تاو 1 تاو 2 برينسيبال هذا مثلا أنا أشكرك الله يسلمك أشكرك. أيضا بشي حالة راح نطلعها تاو 1 تاو 2 الرئيسية تحت الجذر التربيع زائد ناقص، يعني مرة نستخدم زائد المعادلة مرة ناقص، تاو 1 زائد تاو 2 ناقص. نطبق من تحت الجذر التربيع سيجما ناقص سيجما على 2 تربيع زائد تاو اكس واي تربيع. هاي ارقام ارقام يعني ما تخاف الان بدنا نشوف المقاومه، لان احنا بالتصميم بعد ما نرجع للمقاومه ولا للميكانيك ولا تحليل الاجهادات، احنا المفروض هاي كلها ماخذين. احنا نادى نصمم يعني ناخذ علم كامل جاهز، ناخذ الخلاصه مالته نستفاد منها بالتصميم. فبالتصميم نرجع نحن ندرس مقاومه وندرس انا بالتصميم. انتم تروحون ايضا تشتغلون بالشركات من تصممون راح تجيبون يومكم جداول التصميم، هم اذا كانت سوفت وير نازله بالحاسبه كل الجداول تحتاجها. ابو البلبلينات تشتري منها جايب جداول، ابو المواد جايب جداول، ابو مثلا اي شغله جايب جداول، وعندك جداول التصميم. مثلا جيت انا هسه راح اشتغل بالالمنيوم، من يا شركه جابت الالمنيوم؟ مثلا فلان شركه، اروح اطبع عليها اشوف ايش قد ايش هذا الخضوع مالته استخدم. الماده جايه من يا شركه، واذا انا شركه بيناتنا وصيت هو فحص اخذ نتائج الشركه الفاحصه، واذا لا افحص بيدي. من افحص بيدي استخدم هذا واطبقه بالمعادلات. فاذا اكو معادلات للمواد، اكو معادلات لمواد جاهزه يعني بولبرين، انا ما صنع بولبرين، انا دا اسوي لك جهاز اروح اسوي لي معمل مال بولبرنات، محتاج زي 4 أو 5 بولبرنات، لا اشتري بولبرنات من الشركه المعتمده واجيب جداول التصميم مالتها واحسب من خلاله. فهو هذا التصميم. فلذلك هنا مثلا مثل ما نشوف انه ابو التصميم ما يحفظ، وانما هو يجند نفسه بكل المعادلات الضروريه حتى يامن نفسه ويطلع تصميم صحيح. أبو التصميم مهندس التصميم يستعين بكل ما يحتاجه من مصادر موثوقة. أي مصدر غير موثوق لا يعتمد عليه، مصادر موثوقة. شاف أنه مثلا شركة هاي ما مقتنع بها ويروح يفحص. يفحص المواد اللي جابها ويسوي عيناته يفحصها ويأخذ نتائج مالته ويشتغل عليها. كذلك كل المواد، أكو مواد من شركات رصينة واكو شركات تعبانة. يعتمد على هو المدرسة اللي يشتغل، إذا شركة كلها شاشة وكلها تريد مثلا تشمر العالم يروحون يجيبون بضاعة ثالثة، بضاعة ثالثة وشلون مثلا يكملون الشغلة، وبعدين يصير وباء يتحول إلى كورونا يرجع لأبو الشركة يقتل الكورونا وياخذ الجزاء. فعموما احنا لذلك انه كهندسة ما نفرط نهائيا مبادئنا الهندسية مهما كان. المبادئ الهندسية اللي أخذناها بالتصميم هي هاي أساس حياتنا نعتمد عليه، لأنه ما نحيد عنها. إذا حدنا عنها يعني إحنا نكمل الجريمة اللي هي موجودة، واللي هي تعني شنو اللي يحيد عن التصميم؟ يعني المشاريع ما راح تنجح، وبالتالي ما راح تشتغل، وبالتالي ما راح يتعينوا الناس، والبطالة تزيد، والفلوس نخسرها، والميزانية تموت، وكل شيء نخسر، والمستقبل بعد ما يرحمنا، لأن الناس راح توصل وإحنا نظل إحنا نصمم تصاميم تالفة. هذا المثال هو سهل وسريع، بس أنا ناخذ مثال واحد سهل وسريع، حكي نحكي رأسا. هو شو يقول بالمثال؟ يقول أنا عندي، أنا مثلا بالسؤال راح أجيب لكم لغز، لكن شلون تقول هاي نظرية؟ هذا المعدن مطيلي له هش. من قلت لك هوت رولد؟ اكو المعادن اللي هي هشه ما يدخلوها بعمليات يعني رولينج ما رولينج درفله سحب، هذا هوت رولينج ديب دروينج، مثل ان تكسر لا تلف ولا تتزغر بالقطر ولا اي شيء يسوي، بس صب يصبوها صبابه بالسباكه. ما بيها هي راسا، اذا خليها بالحاله الصليبه بس تنكسر.
فلذلك الحل الوحيد اللي تنتج بالصبر. اما المواد المطيليه فمن يقول لك انا عندي شغله ديب دراون هوت رولد معناها شنو؟ معناها هاي ماده مطيليه. اذا نروح على هاي النظريه، هاي اول قضيه. ثاني قضيه شلون ميزه؟ اذا الانفعال القصر بالفاينل مال فراكشر الاي اف ابسلون اف اذا اكثر من 5% يعني شنو؟ يعني الماده شنو؟ مطيليه. اذا اكثر من 5% فلذلك هنا يقول انا عندي هوت رولد، اذا راسا اروح عليه من على نظريات الفشل في الحاله المطيليه اللي درسناها. بيير سترينث الاس واي تي يعني اجهاد الخضوع بحاله التنشن يساوي لنا اس واي تي يعني اجهاد الخضوع في حاله الكومبريجن ويساوي 100 كيلو باسكال. يعني مش حاله ماده مطيليه اجهاد الخضوع والكومبريجن متساوي. اذا انا راح ارجع يا نظريه الديستورشن انرجي. ليش؟ انه هي تعتمد هاي الطريقه. شنو كي بي اس اي؟ شنو يعني هسه كيلو باس؟ شنو الباسكال؟ شنو هذا الباسكال وحده قياس الضغط؟ هذا باوند بير سكوير انش. يعني جبت انج مربع هذا حاليا هذا انج مربع. قد سلطت عليه قوه باوند. الباوند ايش قد؟ ثلث كيلو، ثلث كيلو. هذا الكيلو ثلثه 400 غرام. اخلي عليه 400 غرام هذا باسكال واحد. هو اللي يقول لي 100 كيلو باسكال، الكيلو 1000 يعني سلطت عليه 1000 مره 100000 مره هاي القيمه. اوكي؟ هذه طبعا كي بي اس اي وليس باسكال. الباسكال هو شنو؟ باسكال يا ولا اكثر الباسكال لو بي اس اي باوند بير سكوير انش. هذا الباوند باوند واحد 400 غرام 423 غرام ده سلط على انش مربع. الباسكال ايش قد؟ نيوتن واحد اللي هو 100 غرام يعني شيء قليل اقل ربع هاي القيمه اسلطها على متر مربع. ايش قد قيمه الباسكال قليله؟ يعني انت جبت متر مربع هاي هسه متر مربع متر خليت عليها هاي هذا 100 غرام خليت ياثر عليها فالباسكال كلش قليل. اما البي اس اي قيمته اكبر بهوايه من الباسكال. المهم فيقول 100 وعند الفراكشر ترو فراكشر الابسلون مال الفراكشر 55% يعني اكثر من 5% يعني ماده مطيليه انتهت. وانطانا بس بالسؤال بس اجهاد الخضوع. قلنا احنا نستفاد من ايش؟ من اجهاد الشيب بس ناخذ منه اجهاد الخضوع بهاي النظريه. قال ترى اجهاد الخضوع 100. يقول القال استيميت ذا فاكتور اوف سيفيتي قدر لي حدد لي قيمه معامل الامان. فاذا الشيء انطاني بس قيمه واحده اجهاد الخضوع قال لي الماده مطيليه بغير لغه ويريد معامل الامان لخمس اسئله. هنا هو بالجواب ايش قال؟ قال بما انه الابسلون فراكشر اكثر من 5% اذا الماده مطيليه واحنا هاي ناقشناها. وبما انه اجهاد الخضوع بالكمبريشن والتنسايل متساوي اذا الماده ديكتايل وديستورشن انرجي دي اي ثيوري راح نطبقها. لان الديستورشن انرجي تعتمد بانه اجهاد الخضوع واثيراته متساوي وكذلك الماده مطيليه. فيقول هنا راح نطبق هاي النظريه. في الحاله الاولى عندي سؤال اي 70-70-0 70-70-0 يعني شنو الاجهادات؟ موجب اثنينات هاي بالكيس الاول اللي شنو؟ بحاله انه اذا طبقنا نظريه ديستورشن او ديج ماكسيموم شير ستريس. بالحاله الاولى نطبق نقول ده اثنين موجب. حاله الديستورشن انرجي شنو استخدم؟ فان مايسيس المكافئ. فان مهما كانت قيمه الارقام سالبه موجبه ما علينا. هنا سيجما داش شو يساوي لي بالفلين ستريس؟ مو قلنا تحت الجذر التربيعي الاول تربيع زائد الاول في الثاني زائد الثاني تربيع. تمام لو لا؟ فهنا بالنسبه لي انا هنا بما انه لا عندي التواء ولا عندي شنو؟ ولا عندي الاجهاد الثالث. فصار عندي بلين بدون التواء. اجى هنا طبق النظريه قال
تبعين تربية طبعا مثل ما قلنا أول شيء رتب هذين الأسئلة خمسة أول شيء رتب السؤال الأول مرتب ليش 70-70-0 إجا طبق عليه فان مايسيس قال الجهاز المكافئ شو يساوي لي الأول تربيع ناقص الأول في الثاني زاد الثاني تربيع كله تحت الجذر طلع لي جاب 270 لا لا بالحالة الأولى النظرية الثانية بس تلقى إجهاد فان مايسيس مهما كانت الأرقام بس التنظم حتى تعرف شنو السيجما 1 سيجما 2 سيجما 3 او سيجما 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 اجت اجت طلعت 70 اجت الخضوع مالتي قد اجي الان القى ان ان هو معامل الامان فاكتور اوف سيفتي او سيفتي فاكتور ان شو يساوي اجت الخضوع على قيمه فان مايسيس الان ايش قد 100 قيمه فان مايسيس قد طلعت 70 اذا النتيجه ايش قد طلعت 1.43 اكثر من 1 اذا الماده امنه جزء امن من أطبق ذيك النظرية الأولى اللي هي ماكسيموم شيرس تريس MSS ماكسيموم هاي طريقة طاقة ثانية طلعناها بالبانماسيس طلعت معامل أوان 1.43 بالنظرية الأولى طبقت ثلاث كيسات إن كيس إذا اثنينات موجبة كيس إذا اثنينات سالبة كيس إذا واحدة موجبة واحدة سالبة هاي تعتبر الكيس الأول اثنينات موجبة إذا شخص اختار أكبر رقم اعتبره هو إجهاد خضوع للمادة إجهاد المادة إجهاد تعرض لأكبر رقم فإذا مش حالة هو أكبر رقم يا هو 70 فقسم 100 على 70 طلعت إجهاد هم 1.43 إذا إجهاد الأمان أو معامل الأمان متساوي بالنظريتين نعم بالحالة الأولى قلنا نظرية ديستورشن إنرجي ديستورشن إنرجي ناخذ فان مايسيس بس بالنظريه الاولى عندنا ثلاث حالات اذا اثنين موجب ناخذ اكبر اجهاد اذا اثنين سالب شو خلي نقول اكبر اجهاد ناقص اقل اجهاد يعني 100 ناقص هنا صفر اقل اجهاد صفر 100 ناقص صفر او 70 ناقص صفر اذا كانت عندي واحده موجب وثلاث حاله ثلاثه اذا اثنين سالبه نقسم اجهاد الخضوع على اكبر قيمه سالبه هسه نيجي على الحالة الثانية بدون ما نحلها 30-70-0 أوردرد 70-30-0 موجبات له موجب وسالب موجب إذن ياهو الأكبر واحد بالفان مايسيس شو نسوي نيجي نطبق بعد الترتيب 70 تحت الجذر فان مايسيس 70 ناقص 70 في 30 زاد 70 تربيع طلعت لقيمة أقسم إجهاد الخضوع عليه طلع لقيمة معامل أمان اجي على هاي الحاله هم بالنظريه الاولى الكيس الاول شو اقول اكبر قيمه هي 70 70 100 على 70 فطلعت لي هم 1.43 لذلك السؤال بي من طبقنا الاولى طلعت لي شقد قيمه الفارمايسيس 60.8 قسمنا ال 100 على 60.8 طلعت لي 1.64 1.64 لكن من جينا طبقنا النظريه الثانيه قلنا أكبر إجهاد 100 على أكبر إجهاد 100 على 70 طلعت لي 1.43 لذلك هنا شفنا 1.3 بالنظرية الثانية معاملة ما أقل من قيمة 1.64 بالنظرية الثانية ولذلك قلنا النظرية الأولى محافظة محافظة يعني تستخدم مواد أقل نظرية مثل ما هاي المصطبات مال المهرجان مفهوم المهرجانات شيء مال الاحتفالات سووها بالمعامل فكل ما يسوون شغله يجي رئيس الجامعه يباوعها ويعطيهم شكر اجى رئيس الجامعه زعلان يا ابي ليش قاعد استخدم المواد هوايه يعني شنو يعني معامل امان هواي حتى شنو حتى ما ينكسرن ما اعطاهم كتاب شكر زعلوا ليش دكتور قالهم اكو جسرين بامريكا صار زلزال واحد بقى وواحد وقع المكافأة قالوا غير الجسر البقى غير بأمان آمن يعني قالوا لا الجسر الوقع كافأة المهندس لأن مستخدم مواد أقل نظرية طبعا غلط المهم ما حصلوا شكرا فهذا الفرق بين النظرية مستخدم ذيك النظرية لازم يزود هاي النظرية الشرقية إذا تلقى الغراض الشرقية ثقيلة خاصة الروسية تلقى مثلا
نظريتهم كلها ثقيلة بعكس الغرب يستخدمون النظرية الثانية. الحالة الثالثة واحدة موجبة واحدة سالبة. قلنا إذا موجبة وسالبة شو نخلي بالمقام؟ نخلي 70 ناقص 30، 70 ناقص ناقص 30، قلنا قيمة الإجهاد الكبير ناقص قيمة الإجهاد السالب. هاي بالمقام، وبالبسط نخلي إجهاد الخضوع يطلعني معه من الأمان. لذلك 100 على 70 ناقص ناقص 30 طلعت 1 في شكل مادي. هاي الطريقة بالفان مايسيس لما يطبق هاي الطريقة شو يطلع له؟ سي طلعت له 1.30 1.13، لكن بالنظرية الثانية فشت المادة لأنه طلع 1 بالنظرية الأولى. لذلك النظرية الأولى دائما هي تميل نحو الفشل، يريد لها مواد إضافية، يعني تزود بالتصميم تزود بالمواد. يعني مثلا المقطع إذا عندك 50x50 لازم تسوي 55x55، كثر المادة، والمادة من تكثر معناها فلوس خسائر وشغل وثقل وطاقة أكثر ومحركات أكبر وهكذا. والحالة الرابعة اللي هي 0 ناقص 30 ناقص 70، قلنا إذا نصفطهم 0 ناقص 30 مصفطات تأخذ سالب الأكبر ناقص 70، فإذا 100 ناقص 100 في حالة 2 ناقص الموجب ناقص 100 على ناقص 70 راح يطلع لي، راح يطلع لي أمان أعلى من 1. والحالة الخامسة اللي هي شنو؟ هيدروستاتيك 30 30 30. هيدروستاتيك لما طبقنا فان مايسيس قلنا كل 3 دايمنشنال سيجما 1 تربيع ناقص سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3 سيجما تربيع كلها تربيع، فطلعت لي بنظرية الفان مايسيس 70 ناقص 70 في ناقص 30 زائد 30 زائد ناقص 30 تربيع طلعت لي 1. ها الحالة الأخيرة من طبقنا طلعت سيجما 1 مايسيس 0، فمنقسم 100 على 0 شو يساوي لي؟ ما لا نهاية. ومن اجينا على النظرية الثانية ماكسيمم شير، هنا ما نطبق في 3 دايمنشن ما نطبق الحالات كيس 1 كيس 2 كيس 3، احنا قلنا كيس 1 كيس 2 كيس 3 نطبقها بس بال 2 دايمنشن. بال 3 دايمنشن عندي معادلة خاصة بال 3 دايمنشن انه اكبر اجهاد ناقصا اقل اجهاد، استخدم اكبر اجهاد اذا 3 دايمنشن بالمقام اخلي اكبر اجهاد ناقص اقل اجهاد. اكبر اجهاد ايش قد عندي بالهيدروستات 30، اقل اجهاد 30، 30 ناقص 30 هم طلعت صفر، اقسم 100 على صفر هم طلعت ما لا نهايه. فاذا بالحالتين صارت ما لا نهايه. وهنا سوى لي جدول لخص لي النتائج بطريقتين حتى اقارن، شوف بالاولى بالسؤال الاول متساوي معامل الامان، بالسؤال الثاني والثالث والرابع كان معامل الامان بالطريقه الاولى اقل، لذلك قلنا عليه طريقة كونسرفاتيف محافظة. بالحالة الثلاثية والهيدروستاتيك الثلاثين ما لا نهاية، وهذا أصلا النظرية الثانية ما ديستورشن انرجي. وراء هذا سوال الرسم، هذا الحل بالرسم، هذا ناخذه بالمحاضرة القادمة شلون هذا الحكي كله تنطبق أي معادلة، لكن نرسم بالرسم حصل المعادلة النظرية الأولى والثانية بالرسم فقط، حل بالرسم. سؤال نرتب الارقام رتبا تنازليا 30 70 0، رتبا تنازليا شو يصير؟ 70 30 0. اذا الاثنينات الموجبه، اذا نطبق الكيس الاول. الكيس الاول شو يقول؟ يقول اجهاد الخضوع قسم على اكبر اجهاد، فطلع هم نفس الشيء 100 على 70. بالحاله الثالثه ننظم لي 0 70 ناقص 30 نرتب لي تنازليا شو يصير؟ 70 0
70 صفر سالب 30، إذا بيش حالة صار عندي واحدة موجبة واحدة سالبة. هنا بالحالة الثانية شو يقول؟ بالمقام أطرحت كبير من الصغير، أطرحت 70 ناقص ناقص 30. هذا الحالة الثالثة دي. دي الحالة دي. اثنين سالب. مش ناخذ بالمقام أكبر سالب. اللي وش قد أكبر سالب؟ بالحالة الأكبر سالب 70. ناخذ 70. أكبر قيمة موجبة ناقصا ناقصا أكبر قيمة سالبة. يعني نحن 70 ناقص سالب 100 على 101 فشت المادة صار معاملة. هذه بالنسبة للمحاضرة مال هذا.